اليوم العاشر عاد عبد الله وزوجه لمنى للمبيت طوال ليالي التشريق الثلاث، وفيها قاما برمي الجمرات الثلاث كل يوم، بداية من الجمرة الصغرى وفيها ترمى سبع حصيات مثل جمرة العقبة. بعدها قاما باستقبال القبلة والتوجه بالدعاء، ثم الجمرة الوسطى بالكيفية نفسها، ثم انتهاء بجمرة العقبة. وبعد انتهاء مناسك أيام التشريق كان عبد الله وزوجه قد أكملا مناسك حجهما، وكان آخر ما فعلا هناك هو الطواف ببيت الله العتيق، طواف الوداع.